بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحسن العامة، مرحبا الله بالصف الأول الثانوي على قناة المستوى الأستاذ شرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في حالة تدريبات المنهج بتاعك العام 2020 من كتاب جيم العام 2020 ال11. الحمد لله شرفت على الانتهاء. هنشتغل إن شاء الله النهاردة تيست بتاعها اللي موجود بداية على صفحة 229. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ أول جملة في الفلوس. بتقول لك In Germany، في ألمانيا، كار وجاية فراغ helps to employ a lot of people. ايه بقى كار؟ ايه بقى اللي بتساعد في توظيف العديد من الناس او الكثير من الناس؟ construction تشييد، industry صناعة، makes يصنع، building بمعنى بناء او مبنى. هنقول industry عشان تبقى كار industry صناعة السيارات. اجابة صحيحة في جملة رقم واحد. بعدين بيقول لك generally our children must be treated with، بوجه عام اطفالنا يجب ان يعاملوا أو يجب معاملتهم with A. يا ترى suffering معاناة، compassion عاطفة، cruelty قسوة، consolidation اللي هي المعنى حرف اللي هي تقوية تعزيز. هنقول compassion بمعنى عاطفة أو تعاطف أو رحمة أو مودة، الحاجات دي كلها تنفع بقى compassion. هي صحيحة في جملة رقم 2. تتابع لك فيها Employees must be able to get along with all kinds of people. الموظفون يجب أن يكونوا قادرين على التعامل مع كل أنواع الناس. ها. In a situations بقى، مواقف كذا، which need wisdom التي تقتضي الحكمة. Practical بمعنى عملي، ولا rewarding بمعنى مجزي، ولا stressful بمعنى ضاغطة، ولا qualified بمعنى معد أو مؤهل. هنقول stressful عشان تبقى stressful situations المواقف الضاغطة، يعني اللي فيها ضغط كده أو شد عصبي وما إلى ذلك. stressful إجابة صحيحة في جملة رقم 3. 4 بتقول لك army officers ضباط الجيش have to do intensive، يتحتم عليهم إنهم يعملوا إيه بقى؟ مكثف regularly بدرجة بطريقة منتظمة. apprenticeship اللي هي التدريبات المهنية والحاجات دي، degree درجة علمية، attendant معناها حضور، training بمعنى تدريب. training بمعنى تدريب هي الإجابة الصحيحة في جملة رقم 4. ننتقل لجملة رقم 5 عشان نكمل امتحان الواحد عشرة. بتقول لك candidates should have training and candidates اللي هم المترشحين يجب أن يكون لديهم تدريب و experience خبرة in basic electronics في أساسيات الإلكترونيات. ها إيه بقى؟ practical بمعنى عملي أو تطبيقي، ولا clear بمعنى واضح، ولا qualified بمعنى معد أو مؤهل، ولا obvious بمعنى واضح. هنقول practical عملي، يعني المرشحين للوظيفة دي مثلا لازم يكون عندهم تدريب وتطبيق وخبرة كمان عملية. practical إجابة صحيحة في جملة رقم 5. 6 بقول لك فيها students come from a variety، الطلبة بيأتوا من إيه متنوع؟ different areas مناطق مختلفة. إيه حرف الجر اللي هنا؟ from، at، of، with. حرف الجر المناسب هو of عشان تبقى a variety of different areas. سبب بقول لك فيه هي بقى جاي فراغ his father was happy to hear about his success. تمام، يا ترى told ولا asked ولا wanted to know ولا said؟ انا هاخد said ليه؟ عشان يبقى معنى جملة. هو قال ان ابوه كان سعيد عندما سمع بنجاحه، او لكي يسمع ايه بنجاحه. said هي صحيحة في جملة رقم 7. 8 بيقول لك فيها هي سيد هي، هو قال ان هو ايه؟ love to visit us again. love بمعنى يحب، انه يزورنا تاني. would ولا had ولا will ولا could. واخد بالك من حتة again دي؟ again معناها ايه؟ again معناها مرة تاني. تمام، يبقى هو كده بيتكلم عن تمني شيء للمستقبل. خلاص كده يبقى انت عايز would اللي كانت في اصلها ايه؟ كان في اصلها will. would إجابة صحيحة في جملة رقم 8. 9 بيقول لك فيها I have just told my son that، أنا أخبرت ابني للتو إني أنا إيه بقى؟ هيم إي كار نيكست ويك، سيارة في الأسبوع القادم. خد بالك من جاست دي. جاست دي توقف عمل تولد حتى لو في شكلها اللي أنت شايفه ده الماضي. يعني ده معنى إيه؟ يعني زمن الجملة داخل أقواس في الكلام المباشر، لما تحولها غير مباشر مش هيتغير. يبقى أقول وود باي؟ لا، دي متحولة. was buying برضو متحولة. will buy ولا boat لا برضو لانها متحولة. فاضل مين؟ فاضل will buy. اجابة صحيحة في جملة رقم 9. الزمن فاضل على حاله ما غيرناهوش لان احنا قلنا السبب ايه. will buy.
عشان اقول لك فيها ليلى سيد ذات شي. ليلى قالت انها ايه؟ ها هير كلوز ذن، ملابسها عند از، اذن دي كانت ناو، يبقى الجمله كده متحوله. تمام، يبقى تدور لي على ايه؟ احنا قلنا ان دي ناو يعني كانت ايه؟ كانت مضارع مستمر، لما تتحول الى غير مباشر تبقى ايه؟ تبقى ماضي مستمر. يبقى كلين دي بشكل التوصيف الثالث خطأ، ووز كلينينج ماضي مستمر اجابه واحده صحيحه، واحنا قلنا السبب ايه؟ هاز كلين ده مضارع تام خطأ، وود كلين وود المصدر خطأ تماما. نرجع ونأكد، ووز كلينينج اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 10. محتاج بقول لك هاني ووز ان طنطا فور وان ويك، هاني كان في طنطا لمده اسبوع واحد، يعني قعد اسبوع في طنطا. هيز براذر اسكد هيم وات هي كذا ذير، اخوه ساله ماذا هو ايه هناك ايه؟ has been doing مضارع تام مستمر، ده مضارع بسيط، had been doing ماضي تام مستمر، ولا is doing مضارع مستمر؟ هنقول had been doing ماضي تام مستمر اللي كان في اصله مضارع تام مستمر فتحول الى ماضي تام مستمر، had been doing. اجابه صحيحه في جمله رقم 11، هي الوحيده في الاختيارات اللي متحوله للزمن الابعد. اجابتنا في 11 had been doing. نروح للجمله اللي بعدها، الجملة رقم 12 بتقول لك there was a frog going to the library and I thought it was a good idea. طيب suggested ولا told ولا said ولا ordered؟ انا هاخد suggested اجابه واحده صحيحه. ليه؟ لان الفاعل وادي suggested يبقى اجيب وراها gerund على طول، يعني مصدر فعل زائد ing. told ما تنفعش لان لازم يجي وراها مفعول به، said ما ينفعش يجي وراها gerund، ordered ما ينفعش يجي وراها gerund، suggested هي الاجابه الواحده الصحيحه في الجملة رقم 12. ننتقل للنوع الجديد من التدريبات اللي هو بيقول لك فيه اختار اجابتين في كل اختيار. نروح ل 13. The main reason for living here is the weather. السبب الرئيسي للحياة هنا هو الطقس. The synonym of the word main، ايه مرادف كلمة main؟ main قلنا بمعنى رئيسي. يبقى نقول major بمعنى رئيسي، secondary بمعنى ثانوي، minor بمعنى مصغر، leading بمعنى قائد، شيء قائد او حد بيبقى رئيس في حاجه او رئيس في شيء، dependable معناها اتكالي يعني. طيب هنقول الاجابه بتاعتنا هي ايه ودي اهي الكلمتين تحت بعض، major و leading هما اجابتين في جمله رقم 13. 14 بيقول لك فيها I bought shoes with flexible rubber soles. طيب ماشي، the antonym of the word flexible، كلمه flexible معناها مرن، خلاص بقول لك ان هو اشترى حذاء ال يعني ايه القعر بتاعه او النعل بتاعه من الكاوتشوك الايه المرن المريح يعني. طب ايه معنى انا عايز ايه بقى عكس كلمه فليكسبل؟ كلمه فليكسبل يعني مرن، عايز عكسها ايه بقى؟ ادجستبل بمعنى يمكن ضبطه، ولا ديبندبل معناها اتكالي، ولا ريجيد اللي هي المعنى الحرفي ليها صلب، ولا انفليكسبل اللي هي المعنى الحرفي ليها غير مرن، ولا ديسلويال بمعنى ليس لديه ولا. احنا قلنا كلمتين يفيدوا معنى اللي هي ايه الصلابه او القوه، كلمه فليكس كلمه ريجيد تمام، وكلمه انفليكسبل. يبقى هناخد سي اللي هي ريجيد، وهناخد انفليكسبل كلمتين يمثلوا عكس لكلمه فليكسبل، اجابتين صحيحتين في جمله رقم 14. ننتقل لصفحة 230 عشان نكمل. صفحة 230 عليها السؤال رقم 15 واخد عنوان fill in the space، املأ الفراغ. طيب يقول لك ايه؟ when I returned home، عندما رجعت للمنزل I was surprised، كنت مندهش. There were no lights، ما كانش فيه انوار. So I، تنفع تقول so، تنفع تقول ايه said. I must have been late for home، اعتقد ان هو اتأخر على البيت. When I went in، عندما دخل، طبعا انا حل الاجابات قدامك. There was no one in the living room، ما كانش في حد في حجرة المعيشة. So I thought that they might have gone to bed، اعتقد ان هم ذهبوا الى الفراش، ناموا يعني. When I came near my brother's room، عندما وصلت حجرة اخي، I heard a noise، كان فيها ضوضاء. So I said he couldn't be asleep، قلت مش ممكن يكون نايم، طبعا انا هو بيستنتج ايه؟ انه مش هقوم، ما كانش نايم. However على اية حال when I went into his room، عندما دخلت حجرته I found him asleep، وجدته نايم. So he might have slept while watching something، إيه طبعا هو هنا بيستنتج انه نام اثناء مشاهدته لشيء، لان طبعا اكيد التلفاز كان شغال. طب ننتقل للقطعه
بتاعتنا، واللي بيتكلم فيها الكاتب عن العمل عبر الانترنت، وبيقول لك اللي هو بيسموه تيلي كوميوتينج. تيلي معناها الاشياء التكنولوجيه والحاجات دي ماشي، وكوميوت عن طريق الاتصالات والتواصل والكلام من ده، وكوميوتينج اللي هو جاي من كمبيوتر اللي هو الشخص اللي بيذهب لعمله يوميا، فسموه تيلي كوميوتينج اللي هو بيقول عليها العمل عبر الانترنت او وسائل الاتصال والتواصل. طيب بيقول ايه هنا هو الكاتب بتاع القطع عنده، بيقول لك هل لو اتيحت لك فرصه الاختيار هل تفضل العمل داخل مكتب بمواعيد محدده والخانه بتاعته، ولا انك انت تعمل من منزلك ويكون عندك فرصه الحريه وما الى ذلك يعني. هنا بيرجع الكاتب وبيقول ان هناك العديد من اصحاب الاعمال اللي بدأوا حاليا يسمحوا للموظفين بالعمل من المنزل حتى ولو لجزء من الاسبوع، مش الاسبوع كله. طيب وبيقول الكاتب ان كان هناك بعض اصحاب الاعمال كان عندهم مخاوف من ان العمل من المنزل هيخلي الموظفين ليزي كسولين وهيخليهم undisciplined يعني غير منضبطين، لكن كشفت الدراسات الحديثه ان المخاوف دي ليست مبرره. ليه؟ لان الناس اللي بتشتغل من بيتها برضو منضبطه، بالاضافه لانه اصحاب الاعمال يمكن لهم ان يوفروا مقدار كبير من المال لو حولوا الموظفين اللي عندهم كلهم الى موظفين يعملوا عن طريق الانترنت او ايه اللي هي عمليه التيلي كوميوتنج ده. بيتطرق الكاتب بعد كده لنقطه تانية وبيقول لك ان حكايه التيلي كوميوتنج دي حكايه مش جديده، يعني اللي هو العمل عن طريق الانترنت او العمل عن بعد مش جديده، كانت موجوده قبل كده لكنها ليست ب الزيادة اللي حصلت فيها حاليا. الكاتب بيقول ان العمل المباشر اللي انت بتبقى في موضع طبيعي بيديك رئيس العمل او بيتم تكليفك بشيء معين، تقرير تكتبه وتكمله وبعدين ترجع بيه للمكتب. الفرق بقى في الحكاية مع التيلي كوميوتينج ان انت بيطلب منك نفس الاشياء، بس الرد بتاعك بيبقى معظمه قائم عليه استخدام التليفون، استخدام الايميلز، تمام، الرسائل العاجلة، تمام، كل هذه حاجات موجوده مع التيلي كوميوتنج. بعض اصحاب الاعمال ممكن يدوا فرصه للموظفين بتوعهم يختار ساعات العمل، مكان العمل وما الى ذلك، تمام. بياكد ان هو الكاتب اللي قدامنا ان اي طريقه للتيلي كوميوتنج سواء بالتليفونات او ما الى ذلك الحاجات دي كلها انت عندك ان هو حريه انك انت تعمل زي ما قلنا من منزلك او من مكان اللي انت تختاره. طبعا بنقول ان هو ايه الحريه كمان مع برضو بيدرك كمان اللي بيعمل تيلي كوميوتنج ده ان الحريه دي مش ببلاش، لانه طبعا بيخسر فلوس قصادها، الموظف بياخد طبعا اكيد اجر اقل. طيب المشكله اللي ممكن تحصل في عمليه التيلي كوميوتنج ده هي اللي هو العمل عن طريق الانترنت او بوسائل التواصل، ان الشخص هيبقى عنده مشكله في انه يفصل ما بين حياه العمل والحياه الاسريه. ليه؟ لانه طبعا مش هيبقى قادر انه يقعد مع ابنائه لحاجه اللي احنا بنسميها كواليتي تايم، اللي هو الوقت الترفيهي اللي ممكن يقعده مع ابنائه او اسرته علشان يعيشوا حياتهم الطبيعيه. نرجع ونشوف الاسئله. What does the word telecommuting mean؟ احنا قلنا عليها من شويه، قلنا telecommuting اللي هو العمل عبر الانترنت، قلنا doing business online، ودي الاجابه بتاعتنا. ننتقل صفحه 231 عشان نكمل. جملة رقم 17 هي بداية الصفحة 231. What does an aligned words quality time refer to؟ الكلمات quality time احنا قلنا عليها الوقت المناسب زي ما قلنا للعيلة أو الوقت ممكن تقضيه مع العيلة بتشير لإيه؟ الجملة القطعة اللي قدامنا أهي time spent with children at home، الوقت أنت ممكن تقضيه مع أبنائك في المنزل. نروح للسؤال 18. Which one of the following is the passage mainly about؟ إيه من الجمل اللي جاية اللي القطعة بتاعتنا بتدور حواليها؟ الاختيار C. The benefits companies can get from having telecommuters. المنافع أو الفوائد اللي ممكن تحصل عليها الشركات من العمالة عن طريق الإنترنت. نروح للسؤال رقم 19 واللي بيقول لك فيه What changes a company is likely to make؟ ما هي التغيرات اللي من المحتمل إن تعملها الشركة in response ردا على the telecommuting trends ده؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ الاختيار إيه؟ The concept of a work week، مفهوم العمل الأسبوعي has disappeared، بدأ يختفي خلاص from many people's lives. حكاية العمل الأسبوعي دي انتهت. ليه؟ أنت ممكن تعمل في أي وقت وفي أي مكان زي ما قلنا.
20 some employers fear that بعض أصحاب الأعمال بيخشوا إن telecommuting may make some of employees إنه قد يجعل بعض الموظفين not active ليسوا نشطين. نروح الـ WH questions ودي برضو على القطعة بتاعتنا ونبدأ بالسؤال واخد رقم 21. If you were offered a job as a telecommuter لو طرحت عليك لو اتيحت ليك فرصة انك انت تشتغل شغلانة دي اللي هي موظف عبر الانترنت would you accept it هل تقبلها ليه وليه لا نقول لك نقبل yes as it will be much easier and comfortable طبعا اسهل جدا ومريحة جدا وتبقى يعني طبعا مفيدة جدا طيب في 22 why are some people employers ليه بعض اصحاب الاعمال not in favor of telecommuting ليسوا مؤيدين لعملية العمل عبر الانترنت هنقول they fear the employees هم بيخشوا ان الموظفين who were not being watched اللي مش هتقدر تتابعهم انت وتلاحظهم كل شويه would become lazy وكسولين and undisciplined وغير منضبطين. نشوف السؤال اللي بعده. How can telecommuters communicate with their employers؟ كيف يتواصل الموظفين او العمال عبر الانترنت مع اصحاب الاعمال؟ بيتواصل معهم ازاي؟ By using the telephone, email and instant messaging. نروح للترجمة. والترجمة باللغة العربية بتقول إن استصلاح المزيد من الصحراء وتطوير طرق الزراعة الحديثة لإنتاج المزيد من الحصيل هما الحل الإيجابي لمشكلة الزيادة السكانية والمجاعة. واللي هتبقى بالشكل ده. نرفعها بس قدامك شوية عشان تشوفها. أهي الجملة بتقول لك إيه؟ Reclaiming more deserts and developing farming methods to produce more crops are the positive solution to the problems of overpopulation and starvation. نروح للترجمة اللي باللغة الإنجليزية اللي احنا نحولها للغة العربية. وبتقول لك It is the responsibility of parents, school and universities to enlighten young people on the destructive effects of drug taking and bad company. واللي هتبقى إنها لمسؤولية الآباء والمدرسة والجامعة أن يحذروا الشباب من آثار مدمرة المخدرات وأصحاب السوء. شوف بقى موضوع الإنشاء كان بيتكلم عن إيه؟ How we can prepare young people for their future employment؟ كيف نعد الشباب لوظائف المستقبل؟ نختم مع الشاشة كناية الترجمة وإجابات الأسئلة بتاعت القطعة ونقول امتحان 11 صحيح انتهى لكن لسه لازم لنا إن شاء الله العديد والعديد من الامتحانات وتدريبات المنهج بتاعك مع معلم خبير زي مستر عزت مدرسة الشيماء الثانوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.